رانا في الموسم الرابع كما هدرنا من بعد معسكر رانا هنا في تلمسان. أسامة نون برينو ولا هو الاسم العائلي ولا بن عزوز بن عزوز أسامة. سهيلة عندي 19 بريمير اني فونون. سهيلة وأسامة ان جون كوبل ما شاء الله عليهم. جينا البلدية كانت لافامي تاعي وتاع صحابه وصحاباتي كانوا يستناو فينا تما. فأشهدكم أيها المسلمون بأني عقدت نكاحا. اسم البنت سهيلة بنت بنت رشيد إلى اسمك إلى أسامة ولد ولد عبد السلام على فرائض الله وسنة رسوله وعلى ما ترضيا عليه من الشرط والصداق. كانت شابة فات شابة بزاف صغاريت. هذه الشدة تاع بكري، هذه هي الشدة الأولى اللي كانوا يعملوها تلسانيين. هذا هو اللي راه توندونس هذه 2022 الجولدن روز في الشدة درناها بيان شارجي باش تكون لا ماريي كيما نقولوا تكون اكسبسيونال في العرس. هذا صح لي روبلونش هذا كاع سي دي كرياسيون تور كيما نقولوا كاع 2022 فوالا سي لا ديرنيير كرياسيون 2022. مرحبا بكم مشاهدينا في هذا العدد الجديد والجزء الثاني لحلقة تلمسان من برنامجكم زوجوني. بلد الحضارة والعلم المعروفة بتقاليدها وعاداتها اللي ما تفناش، الكرم والضيافة من صفات أهل تلمسان. استضافوا فريق زوجوني وكرموهم، خاصة أنهم جاوا لهذه الولاية حتى يفرحوا العروسين أسامة وسهيلة اللي عشتوا معاهم في الجزء الأول تفاصيل العقد والخاتم والديفيلي. هذا الأخير مازال ما خلاصش، نروحوا نكملوه مع سارة ونبيلة. مساء الخير عليكم، جمعة مباركة وصحة عشاكم. كوم دابيتود هذه الجملة اللي يضل يكومونتيري فيها نزيد نعاودها، نقول لكم جمعة مباركة باسكو سي لو فوندرودي رانا 9:30 تاع الليل، نقول لكم مساء الخير ثاني رانا 9:30 تاع الليل، نقول لكم صحة عشاكم على بالي هذا وخلصوا العشاء وراكم مبرونشيين تسناو في حصة زوجوني. حصة زوجوني في الجزء الثاني رانا مازلنا في ولاية تلمسان في بلدية تلمسان في لابلاسيت. نتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالجزء الأول اللي كان شباب بزاف، أنا واحد من الناس عجبني نورمال ما عطينا حق تلمسان. لي كومونتير هما اللي يهضروا توكا. درك رانا في الجزء الثاني، الحلقه تاعنا راح تبدا درك. اون ايميسيون شابه 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 بزاف تسنى فيكم. سيت فواسي عندنا عادات وتقاليد تلمسان بالنسبه للراجل، وراح نشوفوا له شوا تاع لا ماريي، راح نشوفوا له كوستيم، راح نشوفوا حوايج بزاف. جينجل ونبداو الحلقه تاعنا. واليوم الحق دور جيجي اللي جابت لنا تشكيله رائعه من الملابس التقليديه اللي زادها المكياج ديالها جمال على جمال. الكراكو تزيري بالشعره مع الجص والزرارف هكذا يلبسوه في تلمسان. هذا كراكو تاعك تاع الشعره مع الجص بيان سور. زرارف هادوك بدليلات فيهم دليلات، هادوك البلاد ليلات وهادو بدليلات. كراكو الجص حنا لي تراديسيون تاعنا عندنا الجص، نعملو الجصيه على البلوزه ديال المنسوج
حنا نعملوا عليه على المنسوج يا على الكراكو سا ديبونسي انك عاود لا ماغي وسم تحب. وهذه المرة جيجي خيرت أنه يكون الحايك ضمن الأكسسوارات المرافقة للشدة التلمسانية الأصيلة بالذهب والفضة والجوهر الحر. هذه لا تراديسيونال، هذه الأفطان تاع التال، الأفطان نخدمهم بالتال. صح الجوهر إلي كلير نورمال، هذا خطر هذا وهذا ماشي كيف كيف، سي با لا ميم شوز. بصح في الحر بيان سور. المسكية تاع الذهب، الخمسة تاع الذهب، كامل اللي تشوف فيه ذهب هذا. لي تراديسيون تاعنا العروسة تاع تلمسان تخرج بالذهب. بصح ضر وقتين كل واحد والمقدور نتاعو بيان سور، باسكو ما نقدوش نسيفو على حتى واحد. هذه هي. الراس الزرار فتينك في الضوء ذهب وبدليلات تاع بكري بدليلات مخدومه بدليلات الزرار بدليلات وتينك هذه تينك في الضوء ذهب الخرصه هذه هي. اللباس التقليدي رمز للهويه الجزائريه، العفه والاصاله يختصرهم هذا الحايك وهذه الشده الاصيله. هذا الجهر مصبوغ فيه المارون، راه مخلط بالمارون. يا لاكسيسوار تاع دروا ماشي تاع بكري بيان سور، وزرار في بلاد ليلات، وتينك الجبين تينك بلاد ليلات. هذه هي لا ديفيرونس اونتر لي دو. والافطان تينك تاع الشعره ماشي كيف كيف، هذا تاع التال وهذا تاع الشعره، هذا اللي راه دروا. ولالا العروسة مستحيل ما تتألقش مع صبيحة النقافة وريما لاماكياز. في كل مرة نجيب لكم حاجة جديدة في اللباس التقليدي اللي ما نستغناوش عليه، لكن نغيروا بعض التفاصيل باش نصنعوا التميز. مرحبا بك صبيحه. وبك اهلا الله يحفظك. مرحبا بريما تاني معنا النقافه ولا ماكياج. صبيحه لالا العروسه. مرحبا بكم. ويعطيكم الصحه. الله يسلمك وهذه الشده. دونك صبيحه صبيحه نسقسيك على الشده، وديجا كيما رانا نشوفوا توجور نبداو بالشده الكغينه. فوالا الشده اللي عندنا اللي يضربوك هي شده بالشعره والبيغلاج. هذه في الانسيان ولا في المودرن؟ في المودرن. داكور. الشده مودرن جديده بالشعره والبيرلاج ولي زيستراس حرين. وعلى السام بعدا كي قلتي سام باسكو حنايا في تلمسان لا بليبر العرايس تاع تلمسان يبغوا لا سامبليسيتي، حاجه سام، يحبوا السام بزاف. حنا معروفين في تلمسان بلي العروسه تبغي الحاجه السام مع الجيل الجديد هذا كلش. حاجه شويه تبدلت. انا نروحوا فيغ لو سامبل، سوا لي تونو سوا الماكياج. وجبنا لكم مرة أخرى ثوب المنسوج الحر بتفاصيل بسيطة لكنها فخمة تليق بالعروسة التلمسانية وبسهيلة اللي أكيد راح يعجبها المكياج تاع أميرة. لحقنا لدركا المنسوج. أنا مع المنسوج. المنسوج تخي بيان. دابخي واش راني نشوف توجور أنا في السامبل. سي بيان كوم سا يكون عندها لو شوا سهيله. شفنا في لي بروميير تونو كانوا شارجي ودركا راني نشوف في السامبل. ماما اللي لبست الجص درنا لها مكياج في المارون ولا كولور ايريزي كات كريس في الدوري مع ايلاينر و سي تري بو.
سامبل اي بو. يعطيك الصحه. والكات كريز راهو ثاني بقوه مع ال راه مودرن وكنتبعوا الوقت هذاك تمام. الله يبارك. يعطيك الصحه. صحيتي حمدك. نبيله واختي دروك ثاني راه مع المسوج مع صبيحه توجور المسوج هذا في الدوغي فوالا في الدوغي وفيه لي تروك هذوك اللي جايين غري كلير كيما هكا والسمعات باسكو دروك راها خرجت عاود حاجه جديده في المنسوج وهي بالسمعات وهذه من بين كيما نقولوا المنسوج هو التقليد عاود نتاع التلمسان يتبس مع الجست لي زيستراس اللي فيه حرين فوالا وعاود اون بلوس هذا المنسوج كيما نقولوا انا عندي في المحل نتاعي محل العروسه عندي بزاف لي موديل خيرت هادو وخيرت هاد المنسوج انتيا بيان سور المنسوج اللي لابساتها اليوم لمسه صبيحه و و ميرسي كل شيء زعما حاجه جابه وفي الحر وكاع صح هذه هي ومن محل للا العروسة جابت لنا صبيحة البلوزة الوهرانية الحرة اللي ما تستغناش عليها العروسة في الغرب الجزائري. أما ريما فخيرت هذه المرة مكياج شارجي باش تخلق توازن في اللوك تاع العروسة. لحقنا البلوزة نبيلة. لحقنا البلوزة الوهرانية كما نعرفوا في تلمسان نديروا البلوزة ونديروا الشدة ونديروا نتنوعوا في التزيرة تاعنا. دونك صبيحه احكي لي على هذه البلوزه فوالا البلوزه هذه في الدوغي في الحر بغيت غير نوه الحاجه واللي هي البلوزه حنا نقولوا بلوزه الوهرانيه كفاهماني صح هي البلوزه ديرها العروسه نتاع الغرب في الزهاج نتاعها فهم عليا ديرها في الزهاج نتاعها باسكو هي سي فري نقولوا وهرانيه بصح عاود حنا في تلمسان هي البلوزه معروفه في الغرب ماشي غير كيما الشده التلمسانيه نقولوا الشده التلمسانيه في الغرب كاع تلبس الغرب كاع صح هذه هي تلبس مام في تلمسان وتلبس في التروسه نتاع العروسه وهذه من بين يعني البلايز اللي عندي في المحل جبت هذا الموديل اللي شفتوه دروك قدامكم فوغ لو ماكياج هنا عاودنا ولينا للشارجي على حساب واش راني نشوف سي دو شارجي علاش سموكي درتيه مع البلوزه هذه باسكو تبعت بريسك البارلاج تاع الصدر تاعها فيه الموف ودرت لها سموكي بالكليتر وما نساتش صبيحه عروستنا في ليله الحنه جابت لنا هذه المره الرضا هذا اللباس التقليدي المعروف بالخفه ديالو واللي والم العروسه في الحنه ولا الملاك ديالها صبيحة كملنا دروك غادي نكملوها بالرضا 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 اللي يلبس في الحنه نورمالمون زيدي كملي الهضره هو في الرضا في التلمسان نلبسوه في الحنه ولا في الملاك يعني بزوج كما راكي تشوفي جاي في الغوز كلير وهذوك لي زيستراس عاود في الحر هذا حاجه في السام هذا حاجه في السام ويجي معاه التاج وكاع كما راكو تشوفوا فيه يعني حاجه شابه وسامبل ويبغيوه بزاف العراسات في الملاكات وفي في الملاكات وفي الحنه الحنه باسكو خفيف باسكو خفيف وكما نقولوا مام حتى زعما لي زانفيتي وكاع ماشي غير العراسات يحبوه باسكو يجيهم خفيف في اللبسه في اللبسه خفيف ويلبس مام في اللبسه كي تقعد تلبسها العروسه ما يشدهاش ما يشدهاش كاع وزيد تكون ديجا لبست هنا الشدة عاود المنسوج وكاع اما لهاد التوني تخفف عليه تريحها. شويه في التريح هذيك هي يعطيك الصحه سهيلة انت ملي يبغوا يلبسوا الرضا ولا ماشي في العرس الرضا نهار الحنه نهار الحنه الحنه ولا في الملاك هكا داكور يعطيك الصحة ريم بوغ لو ماكياج ويعطيك الصحة لالا العروسة بوغ لي توني اللي ان شاء الله راح يعجبوا عروستنا السلام عليكم بورانا في شارع الامامه اكزاكتومون في الجهه اليمنى هذه في الطلعه نتاع صونا الغاز لتحت ورانا بول اند بير كوستيم تاعنا راح يكون هنا اسمه في المحلات هادو دونك العريس مولاي السلطان واصحابهم جايين منا نورمالمون في الكاميرا ها هم ليك وراهم يجيو ان شاء الله وندخلوا ونخيروا الكوستيم تاعو سي لو باراليل مع لا روب بلونش بوكو بلوس ما على باليش العروسه واش دارت فيها اسكو خيرت ما خيرتش في الانستون مازال ما على بالناش ولي السلطان وصحابو راهم وصلوا استقبلوهم ان شاء الله ندخلوهم مع صحابو وهما اللي خيروا الكوستيم حنا قاعدين نتفرجوا برا السلام عليكم مولاي السلطان صافا لاباس بيان بخير امورك زينه
الله اعلم جاي بلا كولا واش ما كولا ولا ما على بالكش تندخلوا تندخلوا شوفوا عنده زوج وزارة قويين ابارامو انا ما عنديش كلمه لهنايا يا تفضلوا وكما قال زبير ما بقتش هضره الكلمه الاخرى راح تكون للوزاره تاع عريسنا اسامه هما اللي يخيروا ويقرروا وبيان سور مولاي السلطان هو اللي فاليدي صافا لاباس لاباس صافا رجليه غايه الحمد لله رحمه ربي صافا الحمد لله مولاي السلطان واش بدا شويه التراك ما بداش التراك نوم عندك زوج وزاره قويين كاينه ها جايبينها شويه جايبينها نورمال مرحبا بكم تفهمتوا شويه على كولور ما تفهمتوش انا جايين وشوفوا شوفوا على ربي مرحبا بكم كاين شكون الوزير الان وشكون الوزير دو وانت الوزير دو الشيخ لا مولاي السلطان عندك زوج زاكات دو خليل لا هذاك خليل انت خليل يا خلاص ما زين المشاهدين انا نخرج سيبا حضر فيها الوزير خلاص سيبا ما بقتش هدرا هيا دبر واسيك وندر كي من لطاي وروح فوالا مولاي السلطان راهو مع ليكيب تاعو نورمالمون اون برانسيب سي الوزراء هما اللي يدبروا عليه باسكو هنا في تلمسان كاين الوزير الوزير هو خليل نورمالمون كيما راكم تشوفوا راهو يقيس دونك هما اللي خيرولوش سي با اسكو عندو كولور بريفيري و با راه ما على بالي مي درك يتفاهموا بيناتهم وحنا نتفرجوا من بعيد ماشي كيما العاده انا لهنا سي الوزير هو اللي عندو صحابو هما يدبروا صحابو الوزير راهو متهلي في أسامة اللي مازال يقيس ويخير ستي تشوف الكرانا شوف زيد شوف الكرانا عاود بستي بيناتهم بالك احتمال ثاني الكرانا بالك يخرج عليها اون سي جامي الكرونا تاني خرج مليح جماعة دونك بقات غير نشوفو برك واش يخير دير لي بوز شوف اليدين اسكو مديرونسيك اسكو راك مزيني فيه الالوان بزاف شابين كامل خرجوا على أسامة ولازم يقرر هاو تسيهم على شوميز بلون باش تعرف اسكي رد عليك ما ردش عليك هي المليحة وكان يقيسو بالقمنجة بالقمنجة تبان مام الوزير يقدر يشوف مازال خربو هذا هو الاول انا شقت لي على هذا بزاف بس انا عجبني بزاف والله رد عليه رد على وجهها بزاف دونك دركا مع الوزير وصحابو رايحين يقيسو نعم تنظر كي يقيس ويخرج راح نشوفوا خير يعني ماشي كامل راهم يستناو خذ وقتك يا أسامة هذا عرسك ماشي نهار عادي دونك نقدروا في الوقت هذا نقدروا نديروا جوست ان بتي هكذا بتيت كوبور صغيره نروحوا نشوفوا البنات مع العروسه روب ماري تاع باسكو سي امبورطون نديروا لي باراليل باش نشوفوا العريس واش خير والعروسه واش خيرت عروسة جاب لي ربي حساب معلومات ثاني هي غايب لها نروحوا عند البنات نروحوا نشوفوا العرب ماري ولحقنا للفقره اللي تحبوها كامل عروستنا راهي واجده باش تتحط امام الاختيار والقرار واش من فستان زفاف راح تخير صبيحة المشطة ولا النقافة كما يقولوا ناس الغرب صممت تكون معنا باش تعاوننا في الاختيار صبيحة جابت لنا خمس فساتين زفاف كل واحد أجمل من الثاني
وكل عارضة اللوك ديالها كان متكامل، التسريحة، المكياج، الأكسسوارات وحتى باقة الورود. فساتين بزاف عصرية وآخر صيحة، قمة في الأناقة. خيرتهم صبيحة لعروستنا سهيلة اللي راهي أمام اختيار بزاف صعيب. سهيلة، لحقنا لو مومون دو لا فيريتي، راهم قدامك لي روب بلونش ودوكا الاختيار يولي ليك. سهيلة راكي في موقف ما نحسدوكش عليها. لي روب بزاف، حاجه شابه، بصح تلف تلف. سي فري، كاع شابين. و عندك اون ايدي في راسك بور لو شوا ولا؟ شفت زوج بصح مازال زوج شفت الفتلي بيناتهم. سارة ونبيلة وصبيحة المشطة متشوقين يعرفوا واش راهو يدور في راس العروسة سهيلة. صح فريمون يعني تتلفي ورا، كاين بزاف لي موديل، دونك انتيا وشوفي على حساب كيما نقولوا لو غو تاعك شنو راكي باغيه. ديجا هذا هو نهار العمر. البنات وحارو راهم يخمو لو كان جاو في مكان عروستنا سهيلة واش راح يخيروا ما بين هاد لي غوب بلونش. بصح انتي ما تقدريش دروك تقولي لنا شكون اللي عجبتك هنا؟ ما تقدريش؟ كاع عجبوني كاع شابين. قلتي لي راكي تيزيتي اونتر دو غوب. سالفت لي بيناتهم. نجمو نعرفو هاد لي دو غوب ولا بينك بين روحك؟ لا ماكش باغية تقولي. شو ما راحش باغية تقول لنا. درتي لهم مشكل يا صبيحة بهذا التشكيلة، بزاف شابين لي غوب بلانش. توكا راكي في بوزيسيون كيما يقولوا ما تحسديش عليها، باسكو ميم انا كنت جيت في بلاصتك تتلفلي لو شوا بين هاد لي سانك غوب، يتلفلي فريمون. كيما راكم تشوفوا مشاهدينا، الكل راهو ساكت ويشوف ويحاول يلقى تفاصيل تخليه يقرر واش من فستان اللي يليق بسهيلة. دونك كل واحدة فيكم تقد تعطيني رايها في لي غوب. وهنا عروستنا تلم ثانية سهيلة ما لقات غير انها تستسلم وتطلب راي ومشورة البنات. انا سهيلة لو كان نخير كان نختار بين هاد لي غوب لي سانك غوب. سي با فاسيل مي انا تاني اونتر دو شوا ان فات، مي لو كان نخير جو بونس هادي نختار هادي لي بانت لي. سارة خيرت لا غو بلونش اللي توالم ذوقها هي. انا جو بريفير كاين هذيك اللي راها لهيها، هذيك شابه بزاف عندها لي بيغ منا وراها طوندونس هي التاليه. واكيد انه صبيحه راح تخير لها الموديل اللي راهو جديد وطوندونس. عطينا رايك نبيله خير. راي ما نجم نعاونك غير باش نعاونك، غادي نحط روحي في بلاستيك وبالك نخير. بقات نبيله اللي راهي كتر من العروسه حارت واش تقول وباش تعاون سهيلة. خير هادي حتى لهنا البنات داروا اللي عليهم،
خيرت كل وحدة اون غوب شافت انها تليق للعروسة المسانية. دوك يرجع القرار ليك يا سهيلة. الوغ سهيلة، دركا بعد ما عطيناك راينا وسينا نعاونوك شوية، دركا كيما قلنا لو شوا يولي ليك انتيا، دركا كيفاش راكي حابة ديري؟ نروح للدار نزيد نشوف لي فوتو. صورتيهم بيان كاع لي مانك كاع لي غوب؟ دونك في الدار مع من تشوفي في الدار؟ مع ماما. ماماك تقدر تعاونك ان شاء الله، تقدر تعاونك وتخيري لا غوب اللي راح توالمك وراح تلبسيها ان شاء الله في عرسك. بعد هاد لو ديفيلي لي جاز تري تري بيان. سهيله بيان سور راهي تيزيتي اونتر دو روب، ان شاء الله اليوم في الليل كيما قالت لنا مع سا مامون راح تعاونها وتخير لا روب اللي راح تلبسها في عرسها ان شاء الله. اي كوم باغ ازار اليوم العريس راهو معزو بي راهو يخير في لو كوستيم ان جولي ازار، يعني هي راهي مع لي روب بلونش وهو راهو مع لو كوستيم، ان شاء الله لي دو لو شوا تاعهم يكون ايديال وان شاء الله يكونوا ان جولي كوب ان شاء الله في عرسهم. نخليكم تشوفوا الزبير مع العريس وشام دايرين. ورجعنا للعريس مولاي السلطان والوزارة ديالو اللي راهم قايمين بكلش، ومادام راهم لحقوا يخيروا الاكسسوارات سيغمون يكونوا خيروا الكوستيم. فوالا من بعد ما كنا عند العروسة كوبينا جينا هنايا مولاي السلطان نورمالمون كيما تشوفوا لبست قمجة تاعو ونستناو دركا البابيون هو كي يلبس كلش. كيفاش راح تكون؟ نورمالمون بالك جاب لي ربي هذا شوية بالك خير من الواحد بالك. رانا نستناو نشوفو اللوك كامل مع بعض، وزبير راهو يلعب دور المتفرج مي يقدر يمد رايو من بعيد لبعيد باش ما يأثرش عليهم. شتا الوزير تاعه قول له كيفاش اسكو جا شباب لاطاي صباط صباط بريون اتيري حاجه بابيون تاعها عجبني. هذا عجبني بزاف. شوف راك تفهم هذاك الشيء. ايوا نقول لك الله يسخر. صاي لا ها جيك شباب هذا يا خلاص اي مليح هذا مليح وانا ثاني عجبني. لا شباب شباب سافر تلحر وجهها صاي مريقلة صحتك فوالا سي سا. دونك مولاي السلطة كما راكم تشوفوا هذا هو الكوستيم تاعو اللي خير. دونك انا ثاني عجبني الوزارة تاعو قال لك هذا هو الوزارة قال لك هذا هو. دونك انا ثاني عجبني الحق حاجة شابة حاجة شابة. دونك نكوبيو منا اتصلوا بسوق النساء جينجل ونروحوا عندهم ان شاء الله وتكمل لي ميسيون تاعنا. وفي هذا العدد نبيله عندها مهمه تجهيز العروسه. السلام عليكم. رضا كراكي كراك خويا هايا لاباس الحمد لله صافا بكم تري بيان صافا والله بيان. راني جيتك شوف رضا ما نطولوش عليك خويا، انا رسلتني عندك عروستي راها لا هي في صوالحها. دونك انا جيت ندير لها هذا الشغل تاعها تاع شوبينغ كيما نقولوا حنا النساء، نشوفوا لها واش تحقها بدعيات راك عارف النساء واش يزهجوا. راه باينه راني معاهم ونقول صاي انت راك حافظ راه عندك ليكسبيريونس دونك غادي نخليك انت تدبر راسك عليا داكور ماشي بروبليم ايا راح.
عروستنا صغيرة اللي قد لها تلبس الليوة لمعمرها، وهذا الشيء اللي راه يدير فيه رضا. اختارين لها كشغل لموديل على حسب اللوك نتاعها، وحنا عطيناها شوية اونيدي وخيرت شوية شوية وتعاوننا. موار واه راح عندنا تما، اما لهنا نبدلوا لي كولر، نديروا لها واحد في البوردو بيان سور. داكور سي بون صاي. هنا كنا كملنا مع عروسنا، نطلبوا لها التصغير والدريه الصالحه ان شاء الله يا ربي. دعاء العروسه والعريس، نقول لهم الله يكملهم بالخير والله يسخر لهم والعقبه للدريه الصالحه ان شاء الله. اما ساره اليوم عندها مهمه واحده اخرى، هي لا كوموند تاع الحلوه ولا بياس مونتي. السلام عليكم السلام سفيان، مرحبا بكم. كيفكم لاباس؟ الحمد لله. انا ساغري هضرت معك في التليفون صح دكتور. مرحبا بكم. فوالا دونك كيما دائما كنجيو لهنا نجوع عندك انت. مرحبا بك. بغيتك على بالك العرس بقالو 3 ايام ان شاء الله. ان شاء الله ما كاينش مشكله. رحنا باسي لا كوموند، وهاد الخطره سي دو ماشي وحده. صح سي دو صح دكتور ماشي بروبليم. نقدر نشوفكش دي موديل دوك نشوف لك. نشوفك عندي دي موديل سو التليفون. في التليفون تري تري بيان. خلاص نشوفو بوغ افوار اون ايدي على لو موديل اللي راح نخي. سي بون هادو لي موديل لي كاينين. بون هادو سي بوغ مارياج ولا هادي سي لا بياس مونتي. سي لا بياس مونتي دونك فيها دو فيها التحتاني وبعدين فوالا تكون فيها فيها اون طاط كبيره لتحت وعاود فيها سته يجيو يجيو من الكبيره للصغيره. داكور. Pour le gâteau تاع الحنة. Gâteau نعاود نوجدو لكم اون بارت. يكون ماشي كبيرة بيان سور كيما هادي باسكو الأخرى سي موان دو مون. فوالا. و بور لو بارفان. هاديك نجمو نلعبو نجمو نعملوها. تسمى نقدرو نديرو شوكولا ولا ما نقدروش؟ نقدرو. تحوس غير الشوكولا. أنا باسكو نحب الشوكولا. صحيح. خلي نسقسي العروسة بعد. صحيح ماشي. نسقسي العروسة بعد نشوف واش تحب هي ونقول لك. مسيو سفيان يعطيك الصحة أونكوغ أون فوا، على بالي بلي كلش راح يكون بنين. دابخي سكو جي فو. إن شاء الله يا ربي. دونك كيما شفتوا معنا، أون باسي لا كوموند تاع لا بياس مونتي وتاع لو غاتو تاع الفاتحة إن شاء الله. دونك فوالا نخليكم تروحوا تشوفوا واش يدير زبير ولا واش يدير نبيلة، وأنا نكمل البيتزا تاعي. أيا بقاو معنا. وغير جديد مع زبير. من عند بريكسي مابل كلش فاسيليتي، وهنا اللي راح يكون لو شوا تاع لا شومبر كوشي. مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. لاباس صافا مليحين مليحه فوالا الحمد لله. هذا اعزائي المشاهدين من اشد المتتبعين تاع حصه زوجون. تفضلوا مرحبا بكم عند بريكسي فاسيليتي. بريكسي فاسيليتي وي هاي نبداو خير. تفضلوا تفضلوا نبداو بهذه الاولى سام. نبداو خير ومنو نروحوا؟ أسامة لازم يخير اللي يعجبه ويعجب سهيلة. جا زبير مولاي السلطان ورينا لهم لي شومبر. العروس كان شوية بيرتيربي شوية. وباش نحو الحيرة لازم الإنسان يشاور وياخذ رأي واحد آخر. قعدنا نشوفو معاه، قعدنا نشوف بالك هادي بالك هادي. حنا ديجا في الأول كانت في راسنا واحدة. كانت في راسنا وكان حاير شوية. وانت وش وين اللي عجبتك تا في اللي شفت؟ ساعه ونقول لك انا. شوف معاهم بالوحده هكذا وقول لي انت شكون اللي عجبتك، ساعه ومن بعد نقول لك انا. هي الاولى شابه. الاولى. ما هذيك هي. ما هذيك هي. والله الاولى اللي عجبتني فيهم كاع. لا 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 فينيسيون تبان بيان شابه. مليحه. الاولى لي دو ميروار اكوتي. شابه شابه بزاف هذه. وفي محل بريكسي فاسيليتي تقدروا تجهزوا داركم من كلش، على بها قصدناه به نجهزوا العرسان دياولنا. احنا مؤسسة بريكسي فاسيليتي عندنا الموبل هنايا، عندنا الفوق الكتروميناجي توسكي الكتروميناجي. فوالا توجور عند بريكسي. دركا وين نروحوا؟ وين نروحوا؟
شوفوا انتم اللي تساعدكم انا معكم الكتروميناجي رانا طالعين الكتروميناجي زيدوا خيروا للكتروميناجي. ايوا مرحبا بكم تفضلوا معنا. تقدر بان تنوا مع من هذه هكذاك روحوا للكتروميناجي. ايوا مرحبا بكم تفضلوا معنا. ان شاء الله نروحوا للكتروميناجي توجور مع بريكسي. وماشي بعيد على المحل الاول نروحوا نخيروا للكتروميناجي. مرحبا بكم هنا عندنا الكتروميناجي وهنا لي تليفون بورطابل. اسمها مزري بال دريبه. مزري بال دريبه ولا ديبو غير منا ديسوان حق قدره. تفضل نبداو بالفريجيدر مولا السلطان. ها نبداو بالعقل في خاطرك نبداو بالحاجه و نو هي جوست باسكو اون فامي جديده هما غير في زوج برك نديو المويه. شوف حاجه نديو المويه. ها تمشي شويه لو شوا راهو كبير ومتنوع الاحجام كبيره وصغيره والماركات تاني كاينين كل واحد ومقدوره وبيان سور كلش فاسيليتي. ها جري جري يا خلاص هذا صاي سي بون جري يا روح زيدو نمشيو منا مولاي السلطان. هاي تفضل اسامه خير الفريجيدار ومازال لا تيليفزيون. هذا تلفزيون ما عندناش شوا فيه تحل ما عندنا راح نبدلو فولو. ها ما كان ماكش راح تخمم بزاف ما كانش وسيله مساعده. سي بون هاي راه دركا الكويزينيير بون ماشينا لافي كيف كيف ثاني بين هذه 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 تبان لنا هذه مليح. ها مليحه هذه دركا الكويزينيير. الكويزينيير ثاني كاين نورمالمون كاين لي كولور كاين بين البيضاء وهادي جوج عندها بروبليم مع لي كولور. وهادي في المارون نورمالمون. ها هادي في المارون هادي حبه دونك خير بين هادو الثلاثه انا ثاني هنا نسكت. زبير مرات يعاون ومرات يخلي اسامه يكون هو سيد القرار. على كل حال اللي خيرها اكيد راح تكون مليحه. ايه هادي ثاني مليحه. ايه الكري والنوار. ايه نوكس باش تماري مع الفريجيدار. هاديك ثاني كيف كيف. صاي سي بون؟ هاي مريقلة صاي. نورمالمون سي سا هذا هو الالكتروميناجي مولاي السلطان تاعنا خير نورمالمون سي بون خلاص لا شومبر نورمالمون سي بون خلصنا منها الالكتروميناجي خلصنا منه دونك انا نخليكم لهنا ما بعضكم تفهموا لي تيليفون نوجه كيفاش راح نديروا جينجل. الفريق تاع زوجوني مازالهم مع جهاز العروسه وزبير راح يديكم للغران بازار بيتا اش ا. والله قالوا لي الحصه بلا رشيده ما عيش. فوالا فوالا السلام عليكم. هذه نورمالمون اهل تلمسان يعرفوها. قال لك الحصه بلا رشيده ما هيش حصه عند بيتا اش ا. ربي يستر. صافا رشيده راكي بيان بخير. سلام شيخ كراك صافا ما طولتش عليك ان شاء الله. لا لا طولت عليك صافا على بالي باللي راك اوكيبي مي كون ميم لوكيباسيون تاعو مي شديناه راحين نشدوه. الله يحفظك نبداو ان شاء الله. صافا خويا والله لا بيان صافا الحمد لله ان شاء الله. الله يبارك الله يبارك فيك الله ينورك. بيتا اش ا معروف بزاف عند ناس تلمسان فيه تلقى كلش ومن عنده زبير راح يكمل جهاز تاع عرسان تلمسان. هذه ديجا سلا تاع توسكي شامبوان جيل دوش توسكي سوي صابون دونتيفريس صافي كل شيء هذه فوالا هذه حاجه هاي خليها تما هاك تزيدو لك سلا تاع الماكياج الماكياج. مواد التجميل كاينين من كل الماركات المستورد واللوكال وبصحتهم العرسان مسبقا. هادو هما دونك هادو الحويجه تاع العروسه تاعنا دونك خليهم لهنا ان شاء الله ومن بعد نرفدوهم ويبعثوهم للعروسه. هذا بريمير ايتاب لهنا يا نورمالمون هكذاك حفيظ هكذاك مازال عندنا الفوق عندنا نزيدو نشوفوا الفوق نزيدو نمشي فوالا دونك كوسميتيك خلصنا شوفوا الفوق واش كاين. هاي وبعد ما خيروا لي باني تاع مواد التجميل نخلوكم مشاهدينا تطلعوا مع زبير وحفيظ لطابق واحد اخر. ها
هيا راه باه نبداو عمي حفيظ هيا نبداو بلي صورتي دبا نبدا صورتي دبا هيا راه. في هذا العدد أسامة وسهيلة راهم بزاف مدللين، إن شاء الله برك يعجبهم ذوق حفيظ وزبير. على كل حال كل خير كاين وكلش شباب. سيدي خيرتهم مدام مدام، عطيك الصحة، كولر شابة أنتوكا. عطيني واحد تما تاع الأم، إدام بارك. الموديل شباب واللون بزاف شباب، يعطيكم الصحة ليكيب. من بعد الكوسميتيك من بعد لي سورتي دبان دركا نورمالمون افير كوات و لي كوفرولي اكسيتيرا. يقولوا العرس ليله وتدبروا عام، ومع فريق زوجوني كلش يوجد خلال ايام فقط. دونك هذيك هي بون با هذه هي رانا في الشوبينغ تاع العروسة عن غير العادة. أنا اللي جيت لهنايا عند خويا هنا كرون بازار هكذاك كرون بازار بيتا أشا أش أ. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. الله يحفظك. شرفت أنني معكم من هنا ربي يهنيكم إن شاء الله. خلصوا عليكم. لا ربي يسترك. هذيك بيناتنا نكوبيو الكاميرا. نكوبيو هذه وعلى بالي. نقعد هذيك إن شاء الله. دونك هذو حويجات العروسة إن شاء الله نورمالمون استمتعتوا معنا مع شاهيناز هكذا فيروز 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 خيرت لنا لي كولور كومونتي الصفر هذاك ماهوش مقنع به بزاف معليش مادا خيرتو فيروز يا ليبيا درك كوبيو ان شاء الله جينجل نروحو باي باي. هدرت مع سهيله وشفت وقال ما راكونتي قالت لي بلي عندها ان بروبليم دونتير كي هي كي اسامه. الوغ قال ما بروبوزي لا دونتيست اللي هي مدام دكتور ليلى نقاش. Je l'ai contacté, j'ai dit numéro من انترنت عيطت لها on a pris rendez-vous معها et voilà on va partir عندها ان شاء الله. قلنا لكم هذا العدد راح يكون استثنائي، عرسنا راح يستفادوا من لي سوا دونتيغ عند دكتور نقاش. Bonjour madame. Bonjour. Ça va ou شراكي لاباس؟ الحمد لله يا ربي. يسلمك. ميرسي. J'ai rendez-vous مع دكتور نقاش، c'est l'émission زوجوني. Normalement je vous ai appelé. Très très bien. Rendez-vous مرحبا بكم تفضل لا صاله. Merci beaucoup. منا نفضل. Yeah, تماك تفضل. Alors مرحبا بكم كابينه الدكتور نقاش ليلى، chirurgien dentiste à Tlemcen. Donc ça nous a fait vraiment fait plaisir de vous recevoir. On a l'habitude de vous voir derrière un écran. Donc اليوم voir l'équipe هنا عندنا ولا غير نشطونا الحاله. تفضلوا معايا دكتور نقاش هاد السنه. يعطيك الصحه. ميرسي. تفضلوا. اليوم جاتني ساره وجابت لي معاها ان جون كوبل، ils sont vraiment adorables, très jeunes. 19 ans, 23 ans. Bonjour, مرحبا بكم. Bonjour docteur Nakash, واش راكي؟ Ça va la belle؟ مرحبا, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Normalement, عرفتيني هضرت معاك في التليفون. C'est la ligne qui s'est installée. Je suis plus la télé déjà. Voilà. Donc c'est bon. Alors, جيتك اليوم جبت لك le couple تاعنا. Oui, مرحبا. Voilà, pour une consultation, pour voir est-ce qu'ils ont des soins à faire, واش تقدري ديري لهم؟ Très bien, مرحبا بكم. لحقنا عند دكتور ليلى نقاش. شافت لو كوبل مي قالت لي بلي اليوم نشوف غير سهيله. دارت لها لا كونسلطاسيون شافت واش عندها وبدات لها الخدمه سور بلاس وبيان سور عندها بلوزيغ سيونس تاع الخدمه باش تكملها مي ان شاء الله ان شاء الله اون فا تيرميني اتون سي بور دي سوين دونتير. لي سوين دونتير سي ا فو دو فوار سوا دي سوين سوا جو سي با اسكو راح يكون عندك الوقت باسكو على بالك العرسه قريب. Donc, dans 4 jours. Dans 4 jours. 4 jours. D'accord, t'as choisi. Oui. En fait, par rapport aux soins dentaires, quand il y a des soins, des fois, on a besoin de temps. Oui. Mais ça, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire le maximum. Très bien. Donc, je suis chez le cabinet de Dr. Nakash. Je suis avec vous. Nous avons un rendez-vous avec Mme Nakash Lila, dentiste, à l'Etsao, chez Nandao. Donc je vais vous voir tout de suite en consultation pour qu'on puisse accélérer les choses parce qu'on est un peu limité par le temps donc ça, vraiment on fait vite. OK voilà, très bien. Bah, on passe au fauteuil. Très très bien. Allez. Ils sont venus pour une remise en état de la cavité buccale. D'ailleurs, c'est le but de Tana, d'avoir un meilleur sourire, d'avoir la meilleure version d'eux-mêmes.
On est un peu limité par le temps. C'est vrai que c'est un obstacle. Ça, vraiment, on va faire le maximum. Alors, on a fait la consultation. Très bien, oui. Après la consultation, on a constaté que notre chère Souhila, oui, elle a besoin de soins. Très bien. Elle a besoin de détartrage et probablement un blanchiment dentaire qu'on va lui faire aussi. On commence par quoi ? On commence par le détartrage tout de suite pour gagner du temps. Parce que vraiment, il faut accélérer. Ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, Souhila, elle a un très beau sourire. Elle a un sourire jovial. Donc, ça va être plus facile de travailler. Quelqu'un qui a un sourire du cœur, c'est plus facile de faire quelque chose chez lui. وهكذا سهيلة راح تتمتع بابتسامة جديدة وأكثر جمالاً، ونفس الشيء راح يكون الأسامة. Voilà, c'est fini. C'est bon. Une dernière fois, c'est fini. Ça y est, très bien. Parfait. Alors, avec Souhila, on a fini aujourd'hui. Super. Et on se donne rendez-vous pour demain pour voir Oussama. Inch'Allah, ya Rabbi, yatik saha, docteur. دونك كيما راكم تشوفوا كملنا مع دكتور نقاش على تيرميني لي سوان تاع سهيلة غدوه ان شاء الله تبدا لي سوان تاع اسامه درك نروحوا نشوفوا واش راهم يديروا زبير ونبيلة جينجل ومن تحضيرات العرسان نروحوا لتحضيرات العشاء مع زبير السلام عليكم ليكيب عبد الله صافا لاباس امورك زينه ليكيب كنت تقطعوا اليوم اللي نتاع الطعام واقيلا اليوم صافا لاباس خير الله يبارك في عمرك عبد الله نورمالمون بعثوا لك لا ليست بعثوا لنا لا ليست صاي سي بون مريقله صح هي نورمالمون ما نديوهاش اليوم هي بنديوها اليوم باسكو عندنا مازال قضيات واحد اخرين نورمالمون تهزها وغدوه سي لو فوت تجيبوها لنا الصباح ماشي بروبليم ماشي مشكل داكور دونك نورمالمون قبل 12 برك قبل 12 قبل 12 هذيك هي بعد الكويزيني يبدا يخدم هذاك هو ولا داكور مليح عبد الله مريقله ربي يسرك ربي يعيشك تحياتنا ليكيب تهلا في رواحكم فوالا ربي يسركم ان شاء الله وتهلا في الاولاد ورثها لهم هاي السلام عليكم ربي يسرك وما كاش أحسن من الرياضة باش نحو الاستخاز تاع الخدمة في صباحة هذا اليوم زبير وحباب العريس وصحابه نظموا مباراة كرة قدم باش ينحو شوية على خاطرهم ويستغلوا آخر أيام العزوبية في حياة أسامة وعلى قدر الضغط اللي كانوا عايشينه الحماس كان كبير لكن الروح الرياضية كانت حاضرة ودايما كاين رابح وخاسر فوالا من بعد الماتش اللي درناه هنا في مغنيه رانا في صالون دو تي بنز توجور في مغنيه مع مولاي السلطان اون سواري ان بو سبيسيال هذه درناها له حنايا ومن بعد عندك اون سواري واحده اخرى نورمالمون تسنى هذيك عند اون اوتر سواري تسنى فيه دونك توجور في اجواء الافراح الفرح ان شاء الله مع ليكيب نورمالمون وسيني ميدو مومو مولاي السلطان جواد حسن سفيان فوالا درنا له ثاني اون بيس مونتي هكذا اون بتي طارت هكذا صغيره دروك نشعلوها ان شاء الله وفيها الرقص نورمال واه يبدا جواد سبيسياليست واه جواد سبيسياليست هيا دروك نشعلوا هادو ان شاء الله هيا ومن بعد مولاي السلطان يقطعها
دونك هذه سي لا دوزيام موتي لا فين لا دوزيام موتي دي سي لو جورجي تاع الراجل يعني اللي هي العشاء تاعو الحنه او ميم طون لا بيس اون بيتي طارت هكذا درناها بدايه عن غير العاده سي الوزير وهذاك خليناهم وحدهم ما حبيناش نروحوا ما حبيش نصور خليتهم وحدهم استقبلوهم ديريكتومون هنايا في قاعه الافراح تلمسان ولحقنا للعشاء والحنة أجواء أكثر من رائعة في قاعة أفراح تلمسان صنعها أصدقاء العريس وحبابه اللي كانوا في الانتظار واستقبلوا لوكورتاج تاع العريس من الباب بالغناء والرقص دخل الأجواء دوروا بأصحابه ويرقصوا وسطهم يسلموا عليه ويديروا له الريحة اللي يسلم عليه هذا يسلم عليه يدير له الريحة نهار الحنة تاعه نخليكم تعيشوها معاهم هذه الأجواء تاع الفرحة والبهجة صحاب أسامة عبروا على فرحتهم به على طريقتهم يوم أكثر من رائع مستحيل تنسى كي وصلنا هنا قلنا رقصنا لقينا قرقاب ورقصنا برا قرقاب وعاود دخلنا لداخل تاني رقصنا فرحة كبيرة ربي يديمها على أسامة أهله وحبابه وكما راكم تشوفوا أصحابه مازال ما راحوش وحتى العريس والوزارة داخل السيارة راهم يحتفلوا في بلاصتهم حاجة في استقبلونا استقبال روعة بصلت أفراح هذه استقبلوا أصحاب طبل قرقابه ما شاء الله أجواء بزاف شابة كان لازم تنقلها لكم كاميرا زوجوني حتى تعيشوها معنا فيصل أورغانيزا مريح سيتو بترومبيطة دخلت العريس وصحابه ديجا في الساحة هذه في قاعة الأفراح كما شافوا المشاهدين دونك حاجة شابة بزاف الآلات الموسيقية حاضرة وعريسنا راه واجد باش يحبط من السيارة ويدخل لصال باش نكملوا مع بعض الاحتفال قاعة أفراح تلمسان في هذا اليوم عاشت أجواء استثنائية صنعها أصحاب أسامة عريس برنامج زوجوني كل واحد هنا كان فرحان وكأنه هو صاحب العرس روعة وما حسيت باللي يومي فات هكا عندي ولد هكا تزوج فرحة كبيرة راح كيمانة تبارك الله إن شاء الله السهرة متواصلة بالموسيقى والرقص اللي تفاعل معاهم أسامة واشطه مع أصحابه وولاد حمته اللي هولوها بالغنى كي ناض أسامة أفراح دايما إن شاء الله لومبيونس جينيرال كي دخلوا سيتي اون امبيونس ان بو سبيسيال داروا اون امبيونس شابه بزاف بيناتهم هكذا لي جون بيناتهم ولا تحوما مام كان بابا تما دونك ان شاء الله تبقاو دائما هكذا ملمومين ومترافدين وفي اوقات كيما هادو العريس ما يلقى غير حبابه وصحابه ونبطل معاهم ديريكتومون العشاء نورمالمون سيتي طعام مع الشاف تاعنا خدم طعام بزاف انا واحد من الناس عجبني وكليت
بور لا بروميير فوا ناكل طعام وناكل بزاف دونك العشاء كان شباب بزاف. ودوكا مشاهدينا ندوكم الفوق تحضروا العشاء مع مولاي السلطان والوزارة والمعروضين بيان سور. المنيو تاع الشاف اليوم طعام بالدجاج والزبيب والمرقة يعطيه الصحة، كلش كان بالطبع. لي بلا يشهيو والحضور كانوا ملمومين وتعشاو مع بعض، العريس مع الوزارة وعائلته وحبابه توزعوا على طوابل في انتظار تبدا السهرة. وبدات سهرتنا. الانيماسيون كانت من صنع دي جي فؤاد اللي ضمن لنا اجواء اكثر من رائعه. تفاعل معها الجميع حتى والد اسامه واشطح مع وليده وفرح به وداروا بيهم احبابهم وتقاسموا معهم فرحتهم. فؤاد دي جي اللي كان فريمون ان دي جي اكسيبسيونيل ديجا ديكوفريت السيد هذا ما من الهضره تاعو في الميكرو سي لانيماسيون كاع اون جينيرال يعطيه الصحه لو دي جي بارك الله فيه جوزنا ان تري بيل سواري. وكعادة الجزائريين بعد العشاء والسهرة يجي وقت الحنة، تدخل نسيبة العريس ويماه باش يحنيولو وحبابه وناسو بيان سور يكونوا حاضرين. الحنة جات مواه و سيبته سيبته بواه ريه الوزير الاول والدوزيام وهو في الوسط وموه دارت له الحنة وصحابه مدورين به. مشاهدينا كاميرا زوجوني تنقل لكم تفاصيل حنة أسامة من قاعة أفراح تلمسان. أسامة يماه ونسيبته والوزارة والعائلة والحباب دايرين بهم. نهار كيما هذا يعيش العريس مرة واحدة في العمر، وحرص فريق زوجوني أنكم تعيشوا معنا مشاهدينا. ما الحنة الحنة جات روعة ثاني روعة، دارت لهم امها الحنة تحاضر انا ثاني معاه، رقصنا لعبنا ضحكنا قسمنا الكاطو لاطات شابة شابة كاع. وكما راكم تشوفوا مشاهدينا الدموع كانوا باينين في عينين والدة أسامة، لكن هذه ما هيش دموع الحزن وإنما دموع الفرحة بولدها اللي راه يعيش أجمل أيام حياته. درنا الحنة سلمت على الشيباني على الشيبانية رقصنا فرحنا. الحاجة اللي عجبتني في لاسواري سيتي الحنة، الحنة مع يماه بون هي استادير انا نمر الكاميرا كنت نتفرج هكذا يماه بون كي دارت الحنه وخلص سلم عليها كانت الدموع ديجا في عينيها بون سي بالك حشمت ولا جو سي با قدرت تمسك.
السهرة قربت تخلص، لكن الاحتفالات ما حبوش يخلصوا، كملوها معنا حتى الأخير. حنا جات ما شاء الله شابة وفرحنا بها بزاف بزاف. طلب ربي كل أم تفرح بولدها كما هك. وهنا من قاعة أفراح تلمسان عشتوا معانا مشاهدينا حنة العريس تلمسان أسامة، هذا الشاب الصغير في العمر اللي كان لبرنامج زوجوني الحظ أنه ساهم في وضع حجر الأساس لحياته الجديدة اللي رح يبنيها مع سهيلة. دونك نهاية الحلقة، قبل ما نروح نختم الحلقة من بعد تشوفوها إن شاء الله، سي جوست برك تشكرات خفيفة لقاعة أفراح تلمسان. أمين، قولوا بارك الله فيك يعطيك الصحة، وتحياتي مام لولادو سيتو ولدو الكبير اللي ما شاء الله وقف على الديكور. راح نزيدو تشوفوا في الحلقة الثانية، تشوفوا عن ديكور أن بو سبيسيال، هو وعدني قال لي راح تشوف ديكور شباب بزاف. الناس اللي هنايا ثاني اللي قايمين على القاعة من اللي يخدموا هنايا، نقول لهم بارك الله فيكم، سوا في النظافة باسكو سي امبورطون، سوا في لو سيرفيس، الشيف تاعنا، ليكيب اللي كانوا معنا في هما اللي عطاونا الماكله هذيك، اللي قدموا لنا الوجبه هذيك، نقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. قبل ما ننسى تلمسان وناس تلمسان بكل كل الدوائر تاعها ولا البلديه تاعها سي امبورطون، غبت الحاج تاعنا هو تلمسان على كل حال ويدوح لي براسو. وي تلمسان ناس زينين الله يبارك ما شاء الله. قول لكم تحياتي، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة على حسن الاستقبال. نروحوا نختموا الحلقة في لابياس مونتي، ونقول لكم تما الأسبوع القادم في نفس التوقيت في نفس القناة. تحياتي، سلام، نروحوا نشوفوا. وكيما بدينا إجراءات الزواج والعقد بالحلو، نختموها بالحلو، اون تارت درنا بها الفال مع أسامة وحبابه. لا بياس مونتي قسمها هو وبواه ومواه، وكلتها مواه وكلت صحابو اللي مشي متزوجين باش يتزوجوا. الشابة قسمتها أنا والشيباني والشيبانية مع بعض، وكلتنا الشيبانية أنا وكاع صحابي. نطلب ربي يهديه يفرحه يعمر داره ويتهلا فينا ويتهلا في الزوجة تاعه ويتهلا في خياته. وما كاش أحسن من دعوة خير يسمعها أسامة من عند والدته، ونختموا بها. سارة فاتت شابة الله يبارك، قمت بها بزاف الله يبارك. الجزء الثاني نورمالمون خلاص، هذا هو خلاص. عمولي السلطان، انا نقول لك بالبركه عليك، الله يسلمك ويعطيكم الصحه كل لا جوناس تاعو لا ليكيب هنا كاع تما اصحابو احبابو. دونك الحلقه تاعنا نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بها. بون هي حاجه شابه بزاف، نورمالمون تلمسان نورمالمون متناها احسن تمثيل، ما غلطناش يعني ما غلطناش. تلمسان عادات تقاليد بور لانستون انا ماشي مليح نورمالمون برانسيب، مي مازالتنا لا تروازيام بارتي الاسبوع القادم ان شاء الله، فيها تاني دي سيربريز بزاف. راح نشوفوا العرس التلمساني، راح نشوفوا حوايج بزاف. البونكي البونكي كتسنى فيها البونكي، انا واحد من الناس اللي يستنى فيه، فيها العود فيها البرنوس هكذا. هاك وين جديدك؟ هاك وين جديدك مونطريني يا وجد روحو. دونك نقول لكم انايا الحلقه تاعنا انتهت، هذا ونخلص ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالجزء الاول والجزء الثاني، مازال الجزء الثالث الاسبوع القادم في نفس التوقيت في نفس القناه. دي سينا نقول لكم تحياتي، سلام، باي باي. الكل راهو يودع فيكم ويضربوا لكم موعد الاسبوع المقبل، لانه الافراح مازالها متواصله، وكما قلنا لكم حلقة تلمسان استثنائية. استنونا مشاهدينا في الجزء الثالث الأسبوع المقبل.